خلينا ناخدكم بقى عشان نعرف الجو حر ولا مش حر النهارده. الهيئه العامه للارصاد الجويه بتتوقع ان بيسود البلاد اليوم طقس شديد الحراره رطب نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشماليه، بيسود كمان ليلا طقس مائل للحراره رطب على اغلب الانحاء. بالنسبه لحاله البحر المتوسط معتدله وارتفاع الموج فيه من متر ونص الى مترين. اما الرياح فشماليه غربيه، اما حاله البحر الاحمر خفيفه الى معتدله وارتفاع الموج فيه ايضا من متر ونص من متر الى متر ونص، ورياح جنوبيه غربيه الى جنوبيه شرقيه. نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه على عدد من مدن ومحافظات الجمهوريه ونرجع نكمل معاكم فقراتنا في يوم سعيد. زي ما سألنا الناس ايه الحاجة اللي ما تقدرش تعملها في الحر، وشفنا مع بعض درجات الحرارة اللي هي حر برضو، كمان نعرف باقي الظواهر الجوية مع الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك استاذ احمد واستاذ علا وكل الساده المشاهدين. أهلا. هي الناس أهلا قالت بحضر. ما بتعرفش تذاكر في الحر، ما بتعرفش تعمل شغل البيت في الحر، ما بيعرفوش يعملوا حاجه في الحر، الموجه الحر دي هتخلص امتى؟ خلينا نقول هو احنا بالفعل عندنا ارتفاع في نسب الرطوبه، وده اللي مخلينا نحس ان في موجه حاره ومخلينا نحس ان في ارتفاع في قيم درجات الحراره، رغم ان قيم درجات الحراره ما فيهاش تغيير كبير، هي تعتبر اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجه لدرجتين. العظمى على القاهره الكبرى بتسجل قيم درجات حراره 36 ل 37 درجه مئويه، لكن نتيجه تاثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي والكتل الهوائيه القادمه من على البحر المتوسط في ارتفاع كبير في نسب الرطوبه. نسب الرطوبه تتجاوز 90 و95%، احيانا بتتجاوز 95% في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط. القاهره الكبرى بتتجاوز 80 و85%، فبالتالي ارتفاع كبير في نسب الرطوبه، واللي معروف دايما ان هو بيحصل في شهر 8 كمان، بيؤدي لمزيد من الاحساس بارتفاع قيم درجات الحراره، وده اللي مخلينا نحس ان في موجه حراره ومخلينا نحس بالاجواء شديده الحراره الرطبه بشكل كبير في معظم المحافظات الداخليه. يعني احنا المحسوسه فتره النهار الناتجه عن الرطوبه او وجود نسب رطوبه في الجو بتكون ما بين 39 ل 40 درجه مئويه. الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط طبعا بتكون هي الأقل في قيم درجات الحرارة، لكن الأعلى في نسب الرطوبة، لكن مع درجة الحرارة المحسوسة حتى كده قيم درجات الحرارة فيها بتكون هي الأقل، أجواءهم حارة رطبة فترة النهار. بس البحر كويس فالقرب منه برضو يعادل الموضوع شوية، يعني احيانا بيكون في نسيم البحر، لكن في احيانا بيكون في هدوء كامل في سرعات الرياح. لما بيكون في نشاط نسبي للرياح ونسيم البحر لما بيحصل بيقلل بعض الشيء احساسي بنسب الرطوبه، لكن لما بيكون في اعتدال كامل في سرعات الرياح وهدوء في سرعات الرياح ده بيخلينا نحس بنسب رطوبه عاليه بشكل كبير، وده بيحصل معانا بشكل اكبر في فترات الليل. يعني احنا في فترات الليل عظمه الرطوبه اعتدال سرعات الرياح بشكل كبير في معظم المحافظات، ده بيخلي اجواء فتره الليل هي ايضا اجواء مائله للحراره رطبه، وده في معظم محافظات الجمهوريه. تمام. البحار خلال هذه الايام يمكن بعد ارتفاعات الامواج اللي شفناها امس واول امس، البحر المتوسط عاد معتدل ثاني مؤهل لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، ارتفاع امواج لا يتجاوز 2 متر، وايضا البحر الاحمر معتدل ومؤهل تماما لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه. الظاهره الجويه المؤثره بشكل كبير في المحافظات الشماليه الشبوره المائيه، الشبوره المائيه اصبحت ظاهره جويه بتاثر على الرؤيه الافقيه في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتاخر، واغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه بيكون عليها انخفاض في الرؤيه الافقيه بسبب الشبوره المائيه. تمام. لكن هي ايضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني احنا نقول 7 8 صباحا
الشبوره المائيه تختفي، الرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. فرص الامطار لسه مستمره معانا في المناطق الجنوبيه، لان المناطق الموجوده في جنوب البلاد بتشهد عدم استقرار في الاحوال الجويه، بتشهد سقوط امطار خاصه في جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد، والامطار بتكون امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه وايضا امطار رعديه. والطبيعه الجغرافيه في الاماكن دي ممكن الامطار دي تتحول لتيول في بعض الاماكن. دي مستمره لامتى يا فندم الامطار؟ احنا بنتكلم هنا عن امطار في منطقه الجنوب بقى لها فتره، هتستمر لحد امتى؟ على الاقل مستمره معانا اليوم الثلاثاء او الاربعاء الجايين، يعني لسه مكمله معانا كمان لنص الاسبوع اللي جاي مستمره معانا، وهي امطار كمان امطار رعديه ممكن يكون معاها رياح هابطه تؤدي لنشاط رياح مثير للرمال والاتربه وانخفاض رؤيه افقيه. ده حصل معانا بالامس بشكل كبير في محافظه اسوان، ومتوقع استمراره زي ما قلنا لمنتصف الاسبوع اللي جاي على مناطق من حلايب شلاتين، ده جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر وراس بناف، ممكن تمتد لمرسى علم، جنوب الصعيد زي ابو سمبل واسوان محافظه الوادي الجديد، ممكن تمتد كمان في بعض الايام لمحافظه الاقصر. دي المناطق اللي هيكون عليها فرص الامطار متفاوته الشده، لكن المناطق الشماليه مستقره تماما، مفيش حتى كمان الايام اللي جايه اي تغير في قيم درجات الحراره. يعني احنا لحد منتصف الاسبوع اللي جاي هيكون متوسط درجات حراره ما بين 36 الى 37 عظمى على القاهره الكبرى، مع استمرار طبعا ارتفاع نسب الرطوبه. هنأكد بس على كل الساده المواطنين خاصه في المحافظات المعنيه بسقوط الامطار، لازم اثناء سقوط الامطار او حتى وجود الاتربه والرمال المطره القياده تكون بتتابع على اغلب الطرق، ونبتعد عن الطرق اللي جنبها مخرات سيول، لان احنا قلنا الامطار ممكن تؤدي لتشكل بعض السيول احيانا، وكمان طبعا نبتعد عن اعمده الاناره واكشاف الكهرباء والواح الاعنات المعدنيه. وكمان طبعا ساده المواطنين لازم مع ارتفاع قيم درجات الحراره او ارتفاع نسب الرطوبه نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، لان كل قيم درجات الحراره اللي احنا بنقولها دي في الظل، لو تعرضت لاشعه شمس هحس بقيم درجات حراره اعلى، بيكون المحسوسه يعني اللي هنشعر بيها هتكون اعلى. بس هو في حاجه يا دكتور، هو منخفض الهند ده مكمل معانا لامتى؟ لان احنا كل مره بنقول ان المنخفض ده هو السبب في الرطوبه، هيستمر معانا لحد امتى؟ هو هيستمر معانا على مدار شهر 8 كمان، لان احنا لسه 8 يعتبر ذروه فصل الصيف، وخاصه كمان ان احنا بنقول ان الرطوبه بتزيد في شهر 8. احنا من خلال التنبؤات الفصليه في الهيئه العامه للارصاد الجويه خلينا نطمن الساده المشاهدين ان هو مش هيكون اعلى من 7، يعني شهر 8 قيم درجات الحراره المتوقعه فيه هتكون اعلى من المعدلات الصيفيه المعتاده، لكن اقل من المعدلات اللي سجلناها في شهر 7 وشهر 6، يعني مش هيكون اعلى في قيم درجات الحراره، لكن نسب الرطوبه اللي موجوده في الجو واللي هتستمر معانا على مدار شهر 8 كله هتخلينا نحس ان مفيش فرق كبير، بس الاكيد ان هتبقى قيم درجات الحراره اقل من اللي احنا سجلناها في 7 وشهر 6 كمان. مع بدايه شهر 9 يبدا بقى ينحصر منخفض الهند الموسمي تدريجي، نسب الرطوبه تبدا تقل في الجو، عشان مع نهايه 9 نبدا نحس ب يعني اعتدال في الاجواء اكتر مع قدوم فصل الخريف باذن الله. نشكر حضرتك جدا دكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه على يعني المعلومات اللي حضرتك قدمتها لنا.